السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، وقال البلاغ أن الوزارة تخبر أن الشاب القادم من إيطاليا والذي أعلن في وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس ببلادنا قد تمثل للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك، وسيغادر المعني بالأمر المستشفى مساء اليوم الجمعة 13 مارس 2020. وأوضحت الوزارة أن الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا ببلادنا حتى يوم الجمعة 13 مارس 2020 هي 7 حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس، ضمنها حالة وفاة للسيدة البالغة من العمر 89 سنة والتي سبق تسجيلها كالتالية: حالة وافدة للإصابة بفيروس كورونا بولادنا. أما الحالات 4 الأخرى المؤكدة فهي تتجاوب مع العلاج ووضعها في أحسن في تحسن مستمر وجد مطمئن. أما الحالة 5 للمواطنة الفرنسية من أصول سنغالية لا زالت تخضع للعناية المركزة نظرا لمعاناتها مع أمراض مزمنة. نشكركم على حسن المتابعة.